السلام عليكم، مساء الخير. شايفين المحادثة اللي قبل هذه؟ مقدمة عشان أقول لكم أو أخبركم بالمفاجأة الأولى اللي أبغى أقول لكم. هي المفاجأة عبارة، أو خلينا قبل ما نقول المفاجأة أبغى أقول كلمة واحدة. شباب المهتمين فعلا في تعلم التربية وأسلوب التدريب والترويض والأشياء هذه، والله يا شباب المحتوى العربي جدا شحيح، وما في أي يعني فيه مو ما في، ولكن ما في تخصصي وما في دقيق وما في أشياء زي كذا. تبحث بالإنجليزي موجود بس بفلوس، بقروش. أنا دحين شوفوا أسحب الشاشة هذا الرابط هذا أرسل لنا هو المايسترو، الله يجزاه ألف خير، على أساس إنه يعني يقول لنا إنه في مناهج تعليمية، شوفوا هذه منها. ولكن زي ما أنتم شايفين ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة 19 ب$20 تقريبا، يعني ب$60 تشتريها شراء. 60 ريال إيش؟ 80 ريال تشتريها شراء عشان تعرف بعض المعلومات اللي هي مجانية في قناتي. طبعا أنا ما بقول الكلام هذا عشان عمر ولا شيء، لا، بس عشان المحتوى العربي، عشان مقدمة للمحتوى الجميل اللي قدمه يزيد. هذه المفاجأة الأولى اللي بخبركم عنها. خلوني أخلص مشوار وارجع أقول لكم من هو هذا اللي يزيد. طيب الله ينعم عليكم مقدما. نرجع للمحتوى العربي. إيش اللي خلاني أقول المحتوى يستحق الدعم، حطيت التعليق حق يستحق الدعم. يمكن حبيبنا هذاك الله يجزاه الخير اللي كتب التعليق يمكن ما لقي إلا الفيديو تبعي مثلا، عشان كذا قال يستحق الدعم. للأمانة أنا أعرف في اليوتيوب مهند العلي من أفضل القنوات اللي ممكن ترتادها عشان تتعلم على الطيور وكذا. والآن حاليا يزيد ما شاء الله عليه صديق صغير من الدماء الشابة الجميلة اللي حقيقة خلاني كذا أقول استوب، أشوف الفيديو حقه وأقول استوب، فينك من زمان يزيد هذا؟ يعني طبعا أنا أحب أدعم الدماء الشابة في هوايتنا دائما، عادي كذا دائما أنشر الحسابات تستحق النشر. يعني مو جيد تقول لي انشر لي وانت ما تستحق النشر، حتحرج نفسك. حقول لك معليش انت ما تعرف شيء. لكن يزيد غض النظر عن هو يعرف ولا ما يعرف، وما شاء الله تبارك الله عنده الكاريزما وعنده الحضور وعنده الاسلوب اللي يقدر يوصل فيها المحتوى باسهل الطرق واجملها. راح اعرفكم على يزيد، تدخل على قناة اليوتيوب. انا متاكد من غير ما اقول لك ادعمه انت بنفسك حتدعمه وحتشوف بنفسك، عشان تعرف مين هو اكثر وتتعرف على يزيد اكثر. كل اللي عليك تسويه تدخل على اليوتيوب وتكتب يزيد اس بي زي ما هو كده، يزيد اس بي، وتفرج يا عم. ما شاء الله عليك يزيد. شكرا على 150 مشترك، باذن الله تعالى نقدر نوصل 1000 مشترك قريب. اذا حاب تدعمني لا تنسى تضغط زر اللايك، تشترك في القناه وتنشر المقطع في كل مكان. اليوم بنتكلم عن جهاز الكليكر. ايش هو الكليكر وكيف تستخدمه؟ فعل الجرس كمان، ما يفعل شيء. اهلا اهلا اوف يا بخت الله يعلك يا تركي. هذا اخذ صفار التركي لا يأكل. في واحدة ثانية تسمعوها معايا ما صلاح. وبعدين فين كابتن مهران؟ نوني فين كابتن مهران؟ نامت
تنام وتنوني. تعرفوا ايش اللي يعجبني اكثر شيء في يزيد؟ الله يبارك فيه ان شاء الله وفي عمره وفي كل الشباب يعني اللي مبدعين في هواياتهم، انه المقطع اللي اشرت له البارحة كان عن الكليكر. انا سويت المقطع في 13 دقيقة ومدري كم، حنزل لكم وتشوفوا. بينما سواه يزيد في 3 دقائق وشوي، نفس المعلومات نفس هذا ولكن بطرح مختلف. فممكن يعني يكون في عندي تفصيل شوي زيادة، ولكن المطلوب دائما عند اللي هو أو المتابع يكون الوقت مختصر. فالمحتوى نفسه أحيانا يكون دسم وقوي وجدا وأي شيء، ولكن توصيله أو طريقة عرضه يعني ممكن تهضم حق المحتوى اللي موجود. يعني زي مثلا على سبيل المثال يعني أبو نبيل، حبيبنا حبيب الشعب أبو نبيل، ما شاء الله تبارك الله الرجل هذا مكتبة هنا، ما شاء الله تبارك الله عنده محتوى وكم من المعلومات يطرحه يعني من المجان. ليش قلت بالمجان؟ عشان أذكركم بموضوع اللي هو الدورات الأجنبية، هناك تأخذها بفلوس، هنا تأخذها بالمجان وبالعربي. فروح شوف الشاهد إنه محتوى جدا قوي ما شاء الله، ولكن دائما يعني أسلوبه واحد، الاسترسال في الكلام بالتفصيل، وهذا يخلي بعض الأحيان الناس اللي يعني تكون عندها شوية اهتمام خلاص تبطل. ولكن المهتمين زي انا احب التفصيل اللي زي، فانا راح اطلب منكم برضو احط لكم البوست تبع الفيديو تبعي اللي سويته عن الكليكر، وكمان مره ثانيه احط بوست للفيديو تبع يزيد اللي يتكلم فيه عن الكليكر. شوف انت الفرق بين هذا وبين هذا، حتشوف كذا يعني فروقات، حتلمس فروقات. الاقرب الى قلبك انا متاكد انه يطلع محتوى يزيد، ولكن كم المعلومات التفصيلي عندي. فما شاء الله برافو عليك يزيد. يزيد يصور بكاميرا، يزيد يكتب، ما يسرد زيي. انا ما اكتب ترى، انا ما انظم الكتاب، ما اسوي سيناريو مكتوب، كله في الدماغ احطه زي كذا يعني وارتجل. هذا الاسلوب شويه بعض الاحيان يكون ممل عند الناس، لكن عند يزيد ما شاء الله مرتب، حاطط كذا، تبدأ من هنا، تروح هنا، تروح من هنا. أنا ممكن أشعترك في وسط الخطاب أو في وسط الكلام اللي قاعد أقول لك، هو أجيبك من النقطة هذه وأوديك في النقطة هذه، معلومة الموجودة ولكن ملخبطة أحيانا مع الوقت. يعني ما ألقى الوقت اللي أكتب في سيناريو وأسوي الحركات هذه. ف إيصال المحتوى أحيان يكون أهم من المحتوى نفسه عشان ما ينهضم حق المحتوى. فبرافو يزيد، استمر، الله يبارك لك ويبارك فيك، وصباح الخير.